بالفعل يكثف الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير من غاراته باتجاه الأراضي اللبنانية وتحديدا الأراضي المتاخمة للجبهة وعلى طولها في قطاعاتها الثلاث. حتى هذه الساعة يمكن القول إلى أنه 5 إلى 6 غارات نفذها المسير والحربي بدءا من ساعات الفجر بالغارة التي أشرت إليها في حوش السيد علي وصولا إلى بلدة كفر كلا، مرورا أيضا بربع 30 إلى غارة البازورية التي وقعت عند تمام الساعة 10:30 تقريبا وأدت إلى سقوط مقاتل للحزب. الإعلام الحربي لحزب الله نعى هذا المقاتل علي عبد نزيه علي منذ بعض الوقت، هو من بلدة عيتات أيضا من قضاء الصور في جنوب لبنان. منذ الساعة أيضا أغار الطيران المسير على وسط بلدة طير حرفة، وبعد دقائق معدودة عاد الحربي ليغير على نفس الهدف في وسط بلدة طير حرفة. تحدثت المعلومات عن سقوط بعض الجرحى من جراء الغارة. حزب الله وعلى امتداد الجبهة ظهرا وفي تمام الساعة 12:45 نفذ عملية باتجاه موقع العاصي المواجه لبلدة ميس الجبل، التي بدورها تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع من مرابط المدفعية المواجهة لهذه البلدة، وأيضا أطلق عدد من الصواريخ الموجهة وتحديدا باتجاه موقع ميتات، ولكن حتى هذه الساعة لم يعلن الإعلام الحربي للحزب عن هذه العملية.